ودلوقتي هنعمل مع بعض مسقعه. عندي بتنجان، عندي بطاطس بطريقه خفيفه، فلفل، بصل، فلفل حامي، عصير طماطم، كل ده هنعمله مع بعض دلوقتي حالا بطريقه سهله جدا. احنا دلوقتي معانا ايه القفله اللي انا هعملها؟ يعني ايه اللي انا ايه الجديد اللي هتعمليه هنا؟ اقول لكم انا دلوقتي حالا. انا عندي دلوقتي هنا بطاطس ماشي وبتنجان اهو عشان اصدقائي اللي معايا وفلفل وعصير طماطم. ايه بقى اللي انا هخليني خفيف؟ اقول لكم. بصوا بقى البطاطس دي شايفني البطاطس دي هتتعمل ازاي. انا مش هحط زيت على النار الاول يسخن. معايا يا شباب؟ معايا يا شباب؟ خلوا كده جيراني، جيراني واهلي وناسي. حط شويه زيت. يلا صحصحوا معايا، صحصحوا معايا ماشي، ونولع عليه يسخن ماشي. انتوا عارفين هبص ازاي دلوقتي هقول لكم. لو بس ايه عايزه اقطع البتنجان كده علشان ابدا. ده اللي هيتقلي هو والفلفل، انما البطاطس لا. عارفين بقى عامله البطاطس انا هعملها لكم دي دلوقتي ايه الميزه فيها وايه اللي هيخليها تبقى ما تخليش المسقعه تعمل لي حموه؟ لان انتوا عارفين البطاطس دي بتمتص الدهون الزيوت اللي في الجسم اللي في المعده، فانا مش هحمرها. وحاولت ليش هعملها ازاي هيخليكي تاكلي صينيه المسقعه دي من غير ما يبقى فيها ايه، من غير ما يبقى فيها اي حمو يجيلك ان شاء الله ابدا ابدا ابدا. ادي كده ايه الباذنجان جاهز خلاص. هجيب بقى الصينيه اللي انا ايه هعمل فيها المسقعه. هنا بقى بحمر اهو، ثواني بحمر البتنجان. هنا عندي الايه اللي انا هشتغل فيها ماشي ماشي هاخد هنا شويه زيت صغيرين واوريكم هعمل ايه، وهاخد البصل مفرومه، بصله مفرومه هقلبها مع ايه، مع شويه ملح وشويه فلفل. هسخنها معاها. هياخد البطاطس اللي انا هستعملها. بصوا كده انا عملت ايه هنا، فحاولي ان انت تقليهم. انا هاخد البطاطس دي هعملها نص عشان اقدر ان انا اقلبها كده اهي مع ايه البصل اهي. ما حمرتهاش بقى اهو ماشي يا اولاد. هعمل لكم صينيه خفيفه جدا، خفيفه لطيفه. معايا يا شباب؟ تمام. بصوا كده انا عامله ايه هنا، بصله ومعاها الايه البطاطس لوحدهم اهو. هحط عليهم بقى بعد ما قلبتها كده. تقلبيها بس ايه يعني، استني عني شويه، قلبيها كمان دقيقتين ثلاثه عشان انا مستعجله هعطيها دلوقتي. واروح حط عليهم عصير الطماطم على الايه، على البطاطس والبصل. هنحط بقى شويه ملح وفلفل وكمون وبسيبها تغلي. انا بسوي البطاطس بالطريقه دي، دي بقى اللي هتخلي، ده السر اللي هيخلي صينيه المسقعه اخف حاجه في الكون. اسمي باكل مسقعه ولكنها خفيفه جدا. تمام، اهي خليها زي ما هي كده وهتغلي وتظبط نفسها. تغطي دي بس كده. هحمر في البتنجان اخلص منه، وبعدين اروح حاطه ايه، حطاهم على بعض. يا اما دخلتها الفرن او ما دخلتهاش مش مشكله. دي كده ايه، دي استوت اهي هنا. طبعا حسب الترتيب اللي ما حطينا بيبدا يستوي، وحسب كمان ايه سمك البتنجانيه نفسها. عايزه تبدريها بدي ايه بدريها، انا يعني مش بفضلها قوي في المسقعه، ممكن افضلها في المقلي بس ان انا بدرها بالدقيق. حط بقى فلفل كده في الجنب هنا كمان نقليه قليه بسيطه كده مش كتير. انا ليه ما حطيتش بقى هنا على طول البتنجان على الصينيه؟ اقول لك ليه، لان انا عندي فلفل وعايزه اطعم البطاطس بالفلفل، فهحط الاول الفلفل وعلى الوش كله البتنجان بقى. تمام كده ماشي، هاخد بقى ده كده ماشي.
انا هنا خلصت خلاص على فكره. ها انا حطيت هنا توم. لا لا انا خلصت اهو. لا مفيش. طيب بصوا يا جماعه اهو بالشكل ده هنزل بقى بتنجان واسيبها تغلي على النار